بقول لك يا دولا، هي السياحه مضروبه اليومين دول ولا ايه يا عم؟ انت مالك يا لو مال السياحه ومال السياسه يخرب بيتك. ايوه يا دولا، اصل يعني السياح دولت بقالهم كذا يوم يعني ما حدش بيجي لهم. ما انت بقى لو اتحرك وبتفهم كده اهو، تاخد شويه بضاعه من البازار وتحطهم على شنطه على ظهرك وتتكل على الله تشوف فين السياح وتروح لهم بنفسك. ايه اروح لهم فين؟ اسافر لهم بلادهم يعني؟ يا ما هم جم خلاص، تعرف هم فين والشنطه على ظهرك وتروح تبيع لهم. اه قصدك يعني اروح لهم المطار. مطار؟ عشان اول ما ينزلوا يشوفوك في وشهم كده تضرب السياحه بقى بجد. تروح لهم ياض مكان ما هم جايين، يعني مثلا الهرم. الهرم؟ يا عم احنا فين يا دولا والهرم فين يا عم؟ احنا فين والهرم فين ايه؟ ده الهرم هنا على اول الشارع. بص عنها ما اتباعت. عنها ما اتباعت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. اروح اشوف دول. شوف يسر ان مادمازيل. انا اتكلم على رقية بصحة جيدة، حطتني. شكرا. ماي تمثال فرعوني صغير يغني وهاوي يا وهاوي ايوه رمضان كان وفرحنا ابو بس خلاص. سبحان الله، فرعون مسلم؟ الحق دولا، رمسيس بيتكلم يا دولا. يغني ايضا بقال. لا دي بقى واسعه من حضرتك، يعني فرعون ازاي وهيتفرج على كرتون يعني؟ هكذا القلب راهو مصري وميل جوا بيسري، القلب راهو مصري وميل جوا في ايه؟ في ايه يا رمز؟ في ايه؟ تحفه. معي ايضا طقطقة فرعوني. حضرتك احنا ما بنشتريش، احنا بنبيع بس هنا في البازار يعني. لا تشتريها، خذها بعشرة جنيهات بس خلاص، ثم بيعها في هذا المكان بعشرة جنيهات بس خلاص. يعني انا اشتريها منك بعشرة جنيه وبيعها من عشرة جنيه، يعني يبقى كسبت ايه؟ كسبت صلاة النبي. عليه الصلاة والسلام. انا مش عايز صلاة. وحضرتك الطفايه دي بتتكلم برضو؟ اه طبعا اكيد بتتكلم، بتقول التدخين ضار جدا بالصحه. دمك كفيف. لا يا كفيف، التقطوك لا تتكلم، التقطوك بها هديه ولا فرعوني. ولاعة فرعوني دي ولاعة سينونيا، هي ميدن تشاينا. حضرتك معاك ايه تاني؟ سوف اريك، لا تمس يدك.
وانت بتسال ليه؟ احنا عايزينها تمشي. متشكرين لحضرتك. خلاص لا متشكرين ايه دول، عشان خاطر دول انا عايز اشتري اللي هو التمثال بتاع رمسيس ده بدل الفانوس والنبي علشان خاطري. يا ابني احنا فين رمضان فين؟ وبعدين لو عايز تمثال ما البازار مليان تماثيل يا غبي. عايز اغير دول. لقد نسيت صهي عليا، هذا ثمنه 5 جنيهات فقط بس خلاص. لا شكرا مش عايزين خالص حضرتك. هغسل تمثال ما هو هدية تكتوكة. ايوه معلش 5 جنيه برضو هيبقى كتير قوي. لا مش عايزين. لقد نسيت صهي عليا، هذا ب3 جنيهات بس خلاص وما هو هدية. يا دولة بقى مش هقدر استحمل يا دولة، علشان خاطر بقى دولة يعني مش هقدر اشوف الحاجات الرخيصة دي وانت ما تشتريهاش ليا. من فضلك يعني انا عايز اشتري الطقطوقة اللي هي الهدية دي بس. الهدية ب2 جنيهات بس خلاص. انت عايز طفاية ولا طقطوقة دي تهبب بيها ايه؟ وانت بتشرب سجاير يا لا؟ لا يا دولة بس هبتدي اشرب علشان الحاجات الحلوة دي مفيدة جدا. الحاجات الصيني دي قولي حاجات الصيني مفيدة. اعمل اللي انت عايزه يا رمزي. طيب ايدك بقى على 10 جنيه عشان اشتري الطقطوقة دي. 10 جنيه ايه؟ ما بتقولك ب2 جنيه يا غبي. ايوه يا دولة ما في 8 جنيه هشتري علبة سجاير بقى. ليست لك، انظري إلى هذه العروسة الجميل، شعر أصفر طويل، إنها للطفلة هذه لا تنسيها. إيه ده؟ أنت جيتي هنا وأنت كل حتة هتتنططي لي فيها، قلت لك يا ستي مش عايز تماثيل. تماثيل إيه يا عادل؟ دي زانج زي. زانج زي؟ إيه زانج زي؟ يعني كانت معاكي في الصين يعني ما كنت بتدرسي هناك؟ لا لا دلوقتي بس بقت صاحبتي. بصي يا عادل المعالق والصور دول تحفة يا عادل، و 30 جنيه بس. 30 جنيه ايه وتحفة ايه؟ احنا عندنا معالق وشوك احسن من دول 100 مرة. ايوه بس حرام ان احنا نشوفهم بالسعر ده وما نشتريهمش. يا ماما الحرام ان احنا يكون عندنا حاجة احسن منهم ونشتريهم. بص يا بابا العروسة دي انا عايزة اشتريها ب5 جنيه. بص يا حبيبتي لو ماما ما اشتريتش المعالق والشوك والحلل والحاجات الهبلة دي انا هشتري لك العروسة دي. ماما ما تشتريش المعالق والشبك والحاجات دي وحشه يعني. يا سلام دلوقتي بس بقت وحشه، من شويه كانت عاجباكي. ما انا اقول كده بس عشان بابا يشتري لي العروسه. ماشي يا ياسمين ماشي. يا عادل شفت بقى ماكينه الكابوتشينو دي؟ انت عارف بتتباع بره ب 500 جنيه، زنج بتباعها ب 50 جنيه بس. ايوه 50 جنيه هتعملي بيها كوبايه كابوتشينو وهتبوظ على طول. ده مخطط يا جماعه، بعد شوية تشتري مكنة تانية ب50 جنيه تعملي بيها كوباية واحدة، بعد شوية مكنة تانية وهكذا، مخطط عشان يسيطروا على عقول الشباب اللي زيك يا حماتي. خلاص بقى يا نهار أبيض، أنا هشتري بقى الكنكة ب 100 جنيه دي أضمن. بابا شفت الطيارة ديت؟ أنا عايزة أجربها. عفوا لا تجربيها قبل أن تدفعي الثمن، شكرا. بصي يا ياسمين يا حبيبتي أنا أعمل لك طيارة أحسن من دي 1000 مرة بالخوص ونطلع فوق السطح نطيرها، بس أول ما تمشي طنط زنج دي. الطائرة الخوص تتكلف 4 جنيهات، هذه الطائرة ب2.5 جنيهات فقط. انظروا إلى هذه الولاعة، إنها تغني الأهلي بكل هتة، أمالي دي بجوان، فاني مخانة في السكة، فاني خلابي بسوطان، أبو دريكا يا فنان. دي مش على بالي وهخسرك كده. انا عايزه اقول لك شويه. بصوا بقى انتوا كل واحد يشتري ولاعه اللي على مزاجه، انا بقى عايزه ولاعه فيها جرب نار الغيره. خساره خلاص اصبحت الحقيبه فارغه. طبعا بقى انت نفسك تبيع الحقيبه الفارغه اكيد، طبعا بتغني الاغنيه بتاعت انغام اللي هي شنطه سفر. لا بغني اغنيه يا مسافر وهتك، يا مسافر وهتك وفيدني. بس بقى يا ياسمين مش عارفه اصلح الكراريس منك. هو انت يا طنط سناء صينيه؟ صينيه ولا حله؟ ايه صينيه ده؟ جدتي اللي في الصين بعتني لجدتي اللي في مصر بنص الثمن، وجدتي اللي في مصر ربتني وكبرتني بدل ما تخلفني وتجيبني وتتعب فيا. بجد؟ بجد. ايه السؤال المنال اللي انت بتساله لي ده؟ ايه انت صينيه ولا حله؟ هو اصل انت شبه الصينيين. وانت شفتي الصينيين فين بقى ان شاء الله؟
اصل طنط زنجي دي اللي بره دي عينيها مسحوبه زي عينيكي. طنط لانج مين دي؟ لا طنط زنجي دي خالتك دي؟ لا دي واحده صينيه بابا اشترى لي منها الطياره دي. وهي قاعده بره؟ اه. بكام الطياره دي يا ياسمين؟ 2 جنيه. 2 جنيه دي من بلدهم ب30 قرش. الست دي اللي بره نصابه. يا ركبتي الضغط السكر طاني على 400. ايه يا اختي يا ابله سناء؟ نعم جايباني على ملا وشي. خير ان شاء الله. ده انا سايبه الكحك في الفرن زمان ولع يا اختي واتحرق وراح في 60 داهيه. الله يتولعي في نار جهنم يا بعيده. كعك ايه اللي انت تعرفيه ده؟ ده انت لو قابلتي كعكه بالصدفه هتقفي جنبها وتتصوري وتتحكي وتشيلي الصوره للذكرى. بصي يا ام رستم، انا ياما عطفت عليكي وياما اديتك، وانت بتنامي وتقومي وتغطسي في بحر جمالي العميق، وفساتيني وشراباتي وهدومي وإقلامي ومساطري ومشاطي يا ما دوبتي منهم رقات، بس انا ما بحبش اذكر اللي بعمله عشان الثواب ما يروحش. ربنا يديكي على قد نيتك يا رب. الهي وانت جاهي اشوف فيكي يوم سعيد. انت بتدي عليا يا رمه يا جعانه. فشر ده انا بدعيلك يا عمله سناء. اسره الحاجات دي هتاخديها معاك المدرسه. وي ربنا يخليكي ويعليكي ويعلي مراتبك ويديكي ويحوش عنك يا اختي ويبعد المفتشين والموجهين والمخبرين. ايه جاب المخبرين في كلامنا دلوقتي؟ ده ما هو الحته الاخرانيه دي عشاني انا. ومن عارف برضو. بقولك ايه، مش فاكره بديك الحاجات دي بمناسبه عيد ميلادك؟ امال ايه، اعملهم طرش واخللهم ان شاء الله. لا يا لطيفه، عشان تبيعهم لي في كانتين المدرسه وتديني الايراد كده اهو. يعني اقف واقرع ووديح وفي الاخر اطلع مع اصفره ولا مليم ليه يعني؟ بدل ما تطلعي على الاسم يا فالحه لما اقول لهم الحاجات اللي انا اعرفها عليك يا ام رستم. لا هم عارفين. هم مين دول اللي عارفين؟ اللي المفروض ما يبقوش عارفين. وسايبينك ليه ان شاء الله؟ عشان انا عارفه كل حاجه. يعني انت عارفه هم عارفين وسايبينك؟ اسره يا ام رستم، لخصي وخلصي. فنتي فنتي، انا وانت نقسم بالنص. ماله نقسم بالنص؟ انا 90% وانت 10. اتفقنا. الله شفتي عاد البطاريات دي؟ دي ممكن تنور في الضلمه على اساس يعني ان احنا نشوف. لا وايه، ورخيصه جدا ب5 جنيه بس. طب بلاش بقى، كفايه لعبه عشان ما تبوظهاش. شفت اديك بوظتها اهو. انا اللي بوظتها؟ ادي يا هانم 5 جنيه ترموا في الارض. دفعتوا قد ايه بقى في بقيه البضاعه؟ 300 جنيه. بس لو شفت بقى احنا جبنا حاجات قد ايه. ده انا حتى بفكر اجهز ياسمين من عند زنجزي. يا نهار اسوح، هي زنجزي دي هتفضل تنط لنا لغايه اما ياسمين تكبر وتتجوز؟ بقول لك يا رانيا، انا اديتك خلاص مصروف البيت بتاع الشهر ده، مش هدفع ولا مليم تاني. بس طمن نفسك كده بقى، واحنا البيت مليان عن اوله، مش محتاج اي حاجه لاخر الشهر. خلاص انت حر. اه عادل صحيح. والنبي ما تبقاش تنسى تاخد البطاريه معاك تصلحها في سكتك وانت رايح البازار. كويس ان انتوا لقيتوها عشان ترجعوا لها الحاجات البايظه بتاعتها وتاخدوا فلوسكم. طب مع السلامه انت بقى يا زنج. طيب مال سلامه. طيب مال سلامه. مع السلامه. طيب بجد ايه اللي انت بتتكلم معاه؟ 5 جنيه ايه؟ احنا اشترينا من الست كسوه الشتا للبيت كله، هكلمها في 5 جنيه. كسوه الشتا من دلوقتي؟ ده الشتا لسه خالص ما بقالوش شهر. دي حاجات ما تتعوضش. وبعدين احنا شضمنا ان الست دي موجوده في الشتا. وبعدين انت ما تفهمش في الحاجات دي، سيبنا نظبط امورنا. ماشي خلاص. دفعتوا كام بقى المره دي؟ حذر فذر. اه شكلكوا دفعتوا ال 300 جنيه اللي فاضلين في مصروف البيت. انا اعمل كده فيكي عادل؟ لا طبعا، انا دفعت 100 جنيه بس. ايه ده، معقوله الحاجات دي كلها ب 100 جنيه؟ لا والله برافو عليكوا، وكمان بلوفر صيني لعلمكم، انا بحب البلوفرات الصيني جدا. قولي لي يا رانيا، هو اخر قسط امتى؟ ايه ده؟ وكمان قسطتوا ال 100 جنيه؟ لا ده بتضحك عليها جامد بقى، اول مره ضحكت عليكوا رحت انتوا عوضتوها على طول. هو اصل يا طنط اتفقت معاها ان كل اسبوع 100 جنيه لحد ما 1000 جنيه تخلص. ايه؟ 1000 جنيه؟ دفعتوا 1000 جنيه في الكلام الفارغ ده؟ انتوا جننتوا؟
معلش يا عادل يا حبيبي، تعالى على نفسك شويه وحوش 100 جنيه كل اسبوع لحد ما تخلص ال1000 جنيه، لان احنا بصراحه يعني كاتبين على نفسنا كمبيالات بال1000 جنيه. يا نهار اسوح، ومين فيكم بقى فالحه اللي كاتبه الكمبيالات باسمها؟ ليه، هو احنا عبط هنكتبها باسمنا؟ كتبناها باسمك يا حبيبي. مش انت راجل البيت؟ مين اللي قال ان هباب راجل البيت؟ طب انا مش دافعها، وان شاء الله تحبس حتى، ولما تحبس بقى تبقوا انتوا تتشردوا في الشوارع، وخلوا زنج زيدي تنفعكوا. ما هي دي اخر فلوس هندفعها، الحاجات الجايه بقى بتاعت مجيده وبنتها. ولسه كمان في حاجات جايه، حرام عليكوا. اصل بقى ذوق مجيده ده ما بيعجبنيش، بلدي قوي. انا مش فاهمه انت مزرزر نفسك ليه يا حبيبي، ما احنا جبنا لك حاجات معانا. جبتولي ايه بقى ان شاء الله؟ جبنا لك حاجتين، بلوفر وصندل. انتوا جبتولي اربع حاجات، بلوفر وصندل وضغط وسكر. رمزي احنا غالبا هنفلس على اخر الشهر ده. ليه يا دولا، انت عرفت ولا ايه؟ عرفت ايه؟ يا عم انا بهرج، يعني انت كل حاجه بتصدقها كده يا دولا. حبيب انت يا ابو ياسمين، قول لي بقى هتفلس ليه ان شاء الله؟ انت فرحان يلا ان انا هفلس في بيتك. الست الصينية يا سيدي كل يوم بتبيع حاجات عندنا في البيت وبيكتبوا عليا كمبيالات، ولسه النهاردة كمان هتروح لهم تبيع لهم حاجات تانية. طب وده اسمه كلام يا دولة؟ ده اسمه كلام يا عم. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كنت تقول لي يا دولة، لا كنت محتاج اشتري منها فانيلا داخلية وبيبيونة علشان فرح واد صاحبي. تروح الفرح بفانيلا داخلية وبيبيونة؟ عامل الفرح في الحمام ده ولا ايه؟ لا يا دولة، ما انا بعد اذنك يعني هستلف منك بدلة. بص انا مش فايق لك دلوقتي يا رمزي، سيبني سيبني خالص دلوقتي في حالي، انا مش عارف اعمل ايه في الهبابة دي، اخلص من زفت زي دي ازاي، انا مش عارف. طب يا دولة لو قطعت لك انا بقى رجليها من البيت ده هتديني البدلة؟ ده انا مش بس هديك البدلة، ده انا هديك البدلة بطقم فانيلات داخلية. ماشي يا دولة، قول لي بقى هي رايحة لهم تاني امتى؟ يعني متهيألي كمان ساعة مثلا. خلاص يا دولة، انت بقى اجزني ساعتين كده وانا هتبدلها على باب العمارة بتاعتكم، ومش طالعة البيت الا على جثتي. ايه اللي عمل فيه كده؟ اسكت يا دولة، مش زنج زي، طلعت قريبة جتلي. ايه اللي حصل يا؟ اقول لك يا دولة، انا واقف يا عم على باب عمارتكم وحالف انها ما تطلع غير على جثتي. يبقى طلعت على جثتك. يا دولة، لولا اولاد الحلال اللي سلكوني من تحت ايديها وودوني المستوصف. من حقي بقى دولة، ايدك على 10 جنيه بدل ضرب. 10 جنيه ايه؟ رمزي انت عمرك طلبت مني فلوس وانا اديتك؟ لا. طب بتطلب ليه؟ ركز يا ابني. المهم بقى الست العجيبة دي هنعمل فيها ايه؟ نخلص منها ازاي؟ بص بقى يا دولة، انا مع خبرتي مع الولية دي اللي انت شايفها، يعني انا بقول لك يا عم انك لازم تقعد معاها وتسايسها وتشوف هي عايزة تعمل ايه علشان بقى تسيبنا في حالنا بقى. واحدة بالمواصفات دي اللي بتعمله ده اخاف اقعد معاها لوحدينا يعني رمزي؟ ليه دولة، هي هتاكلك يا دولة، يعني ما تخافش يا عم، وبعدين انت مش قايل ان انت كنت واخد حزام في الكاراتيه قبل كده؟ كنت واخد الحزام الاسود اهو لغايه دلوقتي لسه لابسه اهو. ايوه كانت بطوله مركز شباب المشابك. يا عم يا عم يا عم، وقلقان بقى ليه بقى؟ مش قلقان ولا حاجه، بس انت عارف يعني محتاج شويه تدريبات لسه. بص يا دولة، اذا كان على التدريبات يا ابن عمي نتدرب، اقعد اتدرب علشان بقى تاخد لي فطاري من الست دي. يا فكرتني على رمزي بايام الكاراتيه و... رمزي مين على هات؟ مين يشتري؟ مين على هات؟ هات
هات معانا نفريات. الحق يا رجاله، المعلم عادل جاي علينا. انا سمعت ان هو بياكل خرفان على الغدا. يا نهار اسود، المعلم عادل جاي، يلا بينا. خروفين معانا فوار يهدم الكاروفين. فين الفوار؟ فين الفوار؟ لا هات الكاروفين. انت كاتي تاني؟ انت مش حرمتي يا موكوسه؟ انت مش حرمتي بقى. انا مش حرمتي بقى، وبعدين انا جاي ومعايا الكبير. الكبير؟ تذكرتك، انت تريد التماثيل الفرعوني. انا ما بشتريش تماثيل، انا ببيعه بس. اذا ماذا تريد؟ اريد انك انت ما تعتبيش ناحيه بيتنا تاني. انا لا اتحدث العربيه، لا افهم يعني ما تعتبيش. ما تعتبيش يعني لا تعتبي. ومن الاخر بقى، لو هوبتي ناحيه بيت المعلم عادل هنكسر لك رقبتك. زي دراك يا فاله. بص بقى، من الاخر ما تعتبيش المنطقه كلها. من الاخر ادفع الكمبيالات كلها. مش دافع كمبيالات. وبص بقى بنت الناس الصينيين، بضاعتك تاخديها وترجعي لي الكمبيالات اللي باسمي. اخي الفاضل، لماذا تتحدث بعصبيه؟ انا مفروض ان تتحدث بسلام، بمهابه، بعطف. المعلم عادل ما عندهوش هدوم. عايزه ايه؟ عندي ثلاثه اقتراحات. الاول ان تاخذ البضاعة ان تكون في البيت. اشغل البيت عندي مخزن ليكي؟ لا طبعا، مرفوض الاقتراح ده. الاقتراح اللي بعده. الثاني ان تسرحوا معي بالبضاعة. نسرح معاك بالبضاعة في الشوارع؟ ما بنسرحش بالبضاعة. الاقتراح اللي بعده. الثالث ان تبيع البضاعة في البازار ثم نقتسم الربح بالنصف. انا 80% وانتم 20%. انت 80% واحنا 20%. ها دي بتاعتي، ما تقعدش كل شويه. انا مش موافق على كل الاقتراحات، والكمبيالات تطلع عشان ما صورش قتيل. معي كاميرا لتصوير القتيل ب10 جنيهات بس. خلاص الكمبيالات تطلع، بقول لك اهو يا زنجزي. اذا استأنا على الشقه بيلا. تم بحمد الله. الآن تتأوهون ماذا قلتم بشأن اقتراحاتي؟ قلوا حضرتك شوفي، عايز تخزن البضاعة عندي في البيت حضرتك خزنيها، بس هاتي كمالات بتاعتنا. لا يكفي. حضرتك طبعا عايزة نسرح معاك بالبضاعة بتاعتك تحت أمرك، ولو عايزة تسرحي بينا اسرحي بينا، بس هاتي كمالات. لا يكفي. طب حضرتك احنا البازار اصلا ما بيشتغلش، يعني ممكن تعرضي كل بضاعتك عندنا وخدي النسبه اللي انت عايزاها. عايزه انت 100% في، واحنا ولا حاجه في المية تحت امرك حضرتك. سوف احتفظ بالكمبيالات حتى اتاكد من انكم سوف تفعلون ما اريد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. رمزي يا رمزي، الواد رمزي مات ولا ايه؟ رمزي دول. لا لا، ما تضربيش تاني، ما تضربيش. خلاص مشيت يا مشيت. ايه ده، الله يخرب بيتك يا زنجزي. الحمد لله دول. وقعدت تقول لي حزام اسود ورمله سخنه صفرة. ومزيكة رامبو داخل بالبطيء من اكل الله يا زنجزي. بس تخيل يا دول، الضرب ما بيوجعش. ما هو ضرب صيني يا مضروب برضه، حتى الضرب ضربوه. آه.